حضرتكم العطر اسم عمل مسرحي من إنتاج مسرح الدولة، مسرح الطليعة، وهذا العمل له خصوصية وهو الخوض في منطقة مسكوت عنها، هي منطقة الصم. كيف يعيشون بيننا؟ ما هي معاناتهم؟ أهم أحلامهم؟ خاصة وأن لغة التواصل معهم مفتقدة، بمعنى أننا كأشخاص يعني لا نعرف هذه اللغة، لغة الإشارة، ويجب أن نتعلمها حتى نتواصل معهم ونفهمهم ويكونوا جزء من المجتمع. هم طاقة أيضا إيجابية إذا تم توظيفها. ماذا يحدث لو كان الأمر عكسيا، بأننا كأصحاء مثلا ذهبنا إلى كوكب أو مدينة من الصم؟ كيف سيتعاملون معنا إذا لم تكن هناك لغة مشتركة؟ قضايا كثيرة بيطرحها هذا العرض المسرحي المتميز، وبيسعدني أن يكون ضيف هذه الفقرة هو الدكتور مصطفى يوسف، أستاذ النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون. برحب بحضرتك. كيف تلقيت هذا يا دكتور؟ تلقيت هذا العمل دهش، أن يعني الصم يقدمون عملا مسرحيا لا يعتمد، يعني هو العمل المسرحي طبيعي بيعتمد على الحوار وعلى الكلام، فبالتالي كان هناك تشوق لرؤية كيف سيقدمون هذا العمل، خاصة أن هناك مخرج أنا أعرفه شخصيا وساعدت به في المعهد، أعلم أنه يقبل التحدي ويسير عكس التيار، فيختار دائما المناطق التي تثير الجدل، وهذا يصنع مخرج، يعني مخرج صاحب رسالة، فبالتالي هو تبنى رسالة كيف نصنع من هؤلاء الصم طاقة إيجابية، كيف يقدمون أنفسهم للجمهور. فبالتالي ده سؤال مهم جدا بيطرح نفسه علينا، إيه الرسالة اللي بيقدمها هذا العرض؟ هي التواصل، التواصل مع هذه المجموعة أو الكيان اللي هو بيسمى مليون فرد كما علمت في المجتمع المصري، يعني كتلة كبيرة جدا. صحيح. كيف لا نستفيد منها؟ من الممكن توظيفها في اتجاهات معينة لتصبح قوة فاعلة يتفاعلون مع المجتمع ولا يصبحون كيانا منعزلا عن المجتمع. صحيح. لابد أن نشير إلى أنه يضم مجموعة من المؤديين الصم والمؤديين الأصحاء، يعني وهناك حوار وجدل ما بين الفريقين يؤدي إلى تعاونهما في عمل فني، يعني هذه هي قصة المسرحية. هو المخرج هو قدم تجربته، يعني التجربة كيف تعامل مع العرض على خشبة المسرح، على خشبة المسرح، بمعنى ان هو كراجل يعني بيعتمد على الكلام والاصحاء وكلام من كده، المجموعة دي كيف يتعاملون مع زملائهم الصم. صحيح. فبالتالي هو اوجد عرض المشكلة واوجد الحل. الحل ان هو يختار اشياء مناسبة ليهم. نعم. مناسبة ليهم، فبالتالي تعرفنا على هذا المجتمع الجديد انا شخصيا ما كنتش اعرفه. صحيح. معلومات جديدة، يعني بصراحة أنا ما كنتش أعرف إخوة صم، لكن ما بعرفش أتعامل معهم ولا أعرف إيه عالمهم وإيه مشاكلهم وإيه أحاسيسهم ومشاعرهم وأحلامهم وكل وأحلامهم وطموحاتهم وأوجاعهم، كل ده العرض قدمه، فدي رسالة جادة. الناحية التانية الجاد والمضحك والمبهج في نفس الوقت بيقدم لنا نوع من المسرح الناس ما تعرفوش، نوع من المسرح الجاد الممتع غير المسرح اللي هو بيعتمد على يعني الحركات والإضحاك فقط، يعني لكن بنلاقي غنى وبنلاقي ضحك وبنلاقي بكاء وبنلاقي موسيقى حلوة، نلاقي ديكور سينوغرافيا جميلة موجودة نتكلم عنها. صحيح. سؤال التالي فعلا هو يعني ايه اكتر عنصر من عناصر العرض المسرحي اللي لفت انتباهك؟ هو التمثيل. لان العرض يعتمد على العنصر البشري. وهو جوهر المسرح، ايه جوهر المسرح؟ هو البشر، سواء
كممثل او كجمهور. كممثل احنا شفنا ان في فريقين، فريق متمرس وعادي جدا ويعمل في التمثيل وبروفا وبيعملوا بروفا قدامنا، ولكن بياتي الصم في ميعاد بروفتهم فيحتلون المسرح، خشبه المسرح، ويفرضوا رايهم او بيفرضوا كيانهم على خشبه المسرح، فتحصل مصالحه بين الفريقين. طيب في متابعه وبيحاولوا اللي هم الممثلين غير صم لغه الاشاره، لدرجه ان انا بصل في العرض الى درجه انا لا استطيع التفرقه بين الصم وغير الصم وبين المتحدثين. فعلا يعني انا ما بقدرش افرق. صحيح، بتتباهى الامور وبتضيع الفروق بينهم. وفي مواهب حقيقيه، في مواهب كتير جدا، يعني في منهم يمتلك في مواهب الممثل الحضور والاداء الجيد على المسرح، في سيطره على الجمهور. كمان الجمهور العنصر البشري الثاني، جمهور بيتكون من النوعين، النوع الطبيعي اللي هو يعني مكتمل اللي بيتكلم وكلام، والنوع الذي ينقصه مساله الكلام. نعم، على الرغم من كده كان المسرح كله اولا زحمه، نعم، عدد كبير، ما شفتوش انا من فتره طويله جدا في مسارحنا، في مسرح الطبيعه بالذات، ان في عوده للجمهور للمسرح مره ثانيه. الحاجه الثانيه ان في رساله جاده كله بيشارك فيها. صحيح، ففي وحده بين الكتلتين. كان بمجموعه من الصم ما حسيتش بمشكله، ساعات ما بنتكلمش مع بعض، لكن في المشاعر تتحدث، فحصل توحيد بين الجمهور ككتله موجوده بيتفاعل معها. يعني احنا كتله العرض هي تريد ان تقول علينا نحن المتحدثون او القادرين على النطق ان نتعلم لغه الاشاره في 5 مليون مواطن، لابد ان نتفاعل معهم ولا نحرمهم ولا نعزلهم. لا، جزء كبير جدا، يعني من حقه ينتخب ومن حقه يتعلم ومن حقه يصنع. هم بيعرضوا في مشاكلهم في العرض، يعني واحد منهم حقيقة انت منهم بيقول انا ما بشعرش باهميتي الا ايام الانتخابات، عشان هنا بتيجوا عايزين هو صوت، عايزين صوتي، لانه صوت صوته معاه بطاقه انتخابيه، فبيروح ينتخب وخلاص. لكن هو ما يعرفش الابعاد، المسائل السياسية أو الاجتماعية أو القضايا اللي موجودة، ما بيساهمش مساهمة حقيقية. الحقيقة العرض ده لفت النظر إلى أهمية هؤلاء البشر، ولفت الانتباه أيضا إلى أن دستورنا، الدستور الجديد، بيؤكد في مواده على حقهم في العمل وحقهم في التعليم وحقهم في كل يعني هو في مدارس في صم وفي اهتمام للدولة، لكن غير كافي. محتاجين ان هم يخشوا في النسيج الاجتماعي دخول حقيقي. صحيح، يتفاعل تعرف بيهم. صحيح، لا نعاملهم على الدين. يعني الواحد بيحب عايز يتجوز، لازم نراعي مشاعره، نراعي امكانياته. وانا ليا يعني تجربة في المسألة دي، يعني يعني ازاي نتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه. ليك تجربه؟ لا تجربه، يعني ابني كفيف، كنت بتعامل معاه طبيعي، موسيقى عازف وبيحقق نفسه اكتر من اي حد تاني، يعني متفاعل مع المجتمع. والله بيعزف، انا عمري بيعزف ويوزع. لو كنا نعرف المعلومه دي كنا ساعدنا بتشريفه مع الله يخلي ان شاء الله الايام جايه. يعني في برضو حاجه حضرتك ذكرتها ليا، وهي فكره انه اكاديميه الفنون، معهد عالي للفنون المسرحيه، بصدد انشاء قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة. هو على مستوى الاكاديميه احنا نزلنا اعلان، الاكاديميه نزلت اعلان لقبول الدفعات الجديده في المعاهد المختلفه للاكاديميه. فمن ضمن اللي هيقبلهم المعهد دي حاجه جديده، ذوي الاحتياجات الخاصه. فبالتالي وكل معهد هياخد اللي يتناسب معاه، يعني العقل تتناسب مع المعهد، وده اتجاه جديد عشان ياخد حقوقهم. نعم، ياخد حقوقهم عندنا برضه. صحيح، يعني ممكن نجد
فنانين فنان حتى هذه المشكلة لا تمثل له مشكلة في أن يبقى ويتأهل ويكون فنانا وهيتدرب وهيمثل ويكتب مسرح وكل حاجة. احنا عايزين نطلع كوادر. هذه هو رائعة، هي بادرة كويسة جدا، بادرة إنسانية رائعة، وهو حق من حقوق هذه الطائفة في حق المواطنة. المواطن لازم طبعاً. لازم يشتغل وضعه الطبيعي في المجتمع. هتبدأ من العام ده، يعني لو العام الدراسي احنا منتظرين دفعة تقدم، أول ما تقدم هنبتدي نتعامل معها. التقديم بيبقى في شهر التقديم إن شاء الله يوم 5/9 لغاية يوم يعني فتح مستمر دلوقتي التقديم ل أكون معايا سنة. يعني كل من يمتلك موهبة يقدم، سواء كان يعني متحدث أو يعني به أي مشكلة أو بدون حتى مشاكل، الأبواب مفتوحة للجميع. طيب ده يجعلنا يعني نستدرك ونتساءل حول أحوال المسرح المصري، خاصة وأن هذه العروض المسرحية المتميزة ليست هي القاعدة العامة بل هي الاستثناء. متى تصبح هي القاعدة العامة أن تزدهر مسارحنا بعروض جيدة ونستثني عرضا، نقول أن هناك عرضا ليس متميزا؟ ده حلم، يعني حلم الحقيقة أن احنا يعني نوصل للمرحلة دي، ده حلم. كأستاذ السبب يعني والله السبب اولا قصور الهمة، بمعنى لا توجد رؤية. لا توجد رؤية، يعني مثلا محمد علام ده راجل دخل التجربة الخاصة دي، ممكن يكررها وممكن يهرب منها. يعني ممكن يعني يقف بقى يقول لك فانا تعبت. لكن احنا عايزين يستمر ويطور الناس دي، يقدمهم في اطار جديد اخر. فمحمد علام عنده همة وعنده رسالة وعنده رؤية، فبالتالي هيبقى مخرج كويس جدا 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 ان شاء الله. وبعدين يملك الادوات، يعني عنده رؤيه ويملك ادواته كمخرج، نعم، يترجم ازاي حركه ويعمل اضاءه، يعمل ده، يعمل يضرب الممثل العنصر البشري ازاي، يبقى عنده رؤيه كونسبشنز في العرض يقدمه للناس، نعم، بحيث ما يطبطبش على الجمهور، لا لازم يقدم لهم حاجه جديده يؤمنوا بيها او يقبلوها، نعم، او مش فقط ان احنا بان الجمهور متلقي سلبي، لازم يتحول المتلقي الى متلقي ايجابي، صحيح، يشارك في العرض، صحيح، بالراي بالرفض بالقبول الى اخر، لان العرض المسرح طبيعته ديمقراطيه، طبيعته الحوار، صحيح، فاذا لم يحترم الحوار اهم عناصر الكاتب المسرحي قليل دلوقتي، كتاب المسرح قليل، المخرجين اللي هم بيحاولوا يقروا النصوص قراءة جديدة تتناسب مع العرض، نعم. احنا طبعا بنعرض بعض اللقطات من ده من العرض، عرض المسرحي. طب كويس. ايه ده عرض العطر، ده عرض تاني، ده انا اعتقد انه عرض اخر، تاني. عرض تاني مش عرض العطر، انا مش شايف لكن قوي. لكن عموما احنا بصدد مناقشه قضيه، ما فيش مشكله. يعني عموما يعني حضرتك بتضع يدك على امرين، الامر الاول وهو كتابه للمسرح والاداره، الاداره الجيده والكتابه والنصوص الجيده. انا اعتقد في اداره جيده حاول ان هي تعمل، يعني اسماعيل مختار انا اثق فيه. هو لسه بس هو لسه متولي هو فتره قريبه. وانا بشجعه عليها الحقيقه. اسماعيل مختار استدعى فرق الجامعه. اللي هتقدم عروض على حشرات المسرح العطلانه. نعم. يعني حشرات المسرح بتبقى فاضيه. نعم. فهو لما يستدرج الشباب بعروضهم وعروض الجامعه، يعني انا واحد من الناس متخرج من الجامعه. نعم. الشمس كنا بنقدم عروض في الجامعه. نعم. فعروض الجامعه اقوى من العروض حتى احيانا اللي في المعهد عندنا. نعم. عروض ناضجه جدا لان فيها روح الهواه والحماسه، ومكون معاهم مخرج كويس يطلع منهم شغل متميز يعني. صحيح. فبالتالي هو دي خطوه عملها. ان هو ياتي بالفرق المسرحيه المتميزه في الجامعه. نعم. اللي حصلت على جوائز او غيره. وتعرف
هو الحقيقة حضرتك ده شيء من هذا القبيل حدث في مهرجان المسرح القومي الأخير، ومعالي وزير الثقافة في حفل الختام يعني وعد بأنه هذه العروض مش بس العروض الفائزة في المهرجان القومي، لا ده قال 40 عرض اللي تقدمه سواء من هيئة قصور الثقافة أو البيت الفني للمسرح أو من الجامعات والشركات ومختلف الجهات التي قدمت حوالي 40 عرض، قال سوف تطوف الأقاليم كلها وتعرض، ولكن الحقيقة نحن ما زلنا ننتظر أن يتحقق هذا الوعد، لأن هذه العروض فيها عروض متميزة، ومن حق جمهور الأقاليم أن يرى هذا الفن الجيد، وخاصة عروض الشباب من الجامعات وغيرها. هو معالي الوزير طبعا متميزة كويس، هتخلق قاعدة عريضة جدا من المسرحيين. وبعدين الجامعة أصلا بتقدم عرضها يوم واحد، يعني تلاقي الكلية بتقدم عرض يوم واحد أو يومين، ده في ظلم للجهود ومفيش حد بيشوفهم كتير إلا الطلبة المحدودين بتوع الكلية. يعني كل واحد بيجيب أصحابه، لكن الكليه اللي هي في الاقليم السويس مثلا لا ترى كليه المناظره ليها في القاهره، نعم مفيش التقاء. فهو لما بيخلق قاعده من المسرحيه العريضه دي تفرز كوادر مسرحيه متميزه، نعم هيبقى في حركه مسرحيه فعليه. صحيح، لان هو دلوقتي احنا عندنا ازمه جمهور، مفيش جمهور، جمهور قليل، عدد محدود جدا، اللي بتشوفهم هنا بتشوفهم هنا بتشوفهم هنا، يعني عدد قليل جدا مع ان في المهرجان اقبال على العروض. هو في اقبال على العروض، ما اعرفش هل العائق هنا مادي، لانه المهرجان كان مجانيا، فهل العائق مادي امام الجمهور؟ لا لا، لو الجمهور اقتنع بس هي مش ماديه، هي المساله كلها ايه نوعيه الرساله. انت في ايه نوعية الرسالة؟ هيقضي ساعة ونص، هيقضيها في ايه؟ صحيح، واخد بال حضرتك؟ يعني احنا بنروح العرض على سمعة المخرج والمؤلف والممثل، الممثلين مش على حق. يعني العرض زي العطر، هرجع تاني ليه؟ لان هو عمل دعاية لنفسه، الكل سمع عنه، صحيح، فعمل ضجة. دلوقتي بيعملوا قناة، يعني محمد علام استطاع ان هو ينفذ اللي هو مخرج العرض، اللي هو مخرج العرض، ان هو يحقق الرغبه اللي هي جواه، الهدف بتاعه اللي هو ايه؟ قناه بمساعده ناس، راجل اعمال، راجل ايجابي اقتنع بالقضيه، فساند المجموعه ان هو عمل لهم قناه للصم على اليوتيوب، نعم، وشغاله دلوقتي، فيها برامج متنوعة، وده شيء جميل جدا. يعني هما اللي بيعملوها وهم اللي بيحرروا وهم اللي بينتجوا. طب احنا ليه بقى يعني ليه برنامجنا ده حدوتة مصرية، ليه ما نطرحش فكرة ان يكون هناك فرقة مسرحية لكل ذوي الاحتياجات الخاصة تحت اشراف البيت الفني للمسرح؟ هذه الفرقة تقوم الدولة بحمايتها ورعايتها، وتكون لهم عروضهم زي أي فرقة أخرى، زي ما مسرح الطليعة بقيادة مدير أحمد السيد أنتج لنا هذا العمل. العطر لا، ده احنا بقى نعمل فرقة مسرح متخصص للعروض. والله ممكن الأكاديمية تفتح أبوابها كمان، هتبقى عندنا هتساعد. صحيح، هتساعد إن شاء الله، ولهم حق في تقديم عروض مسرحية. احنا بالاقتراح مهم جدا لرئيس البيت الفني للمسرح وهو زميل وصديق مسرحي استاذ اسماعيل مختار، وايضا بسال حضرتك طالما طرحنا ملف اكاديميه الفنون، كم طالب يعني حضرتك بتقوم بالتدريس له حاليا في الصف الدراسي؟ يعني الطلبه كام؟ احنا الدراسه عندنا متنوعه، انت حضرتك عارف، يعني انا خريج الاكاديميه، اعرف التطورات بقى اللاحقه. التطورات يعني هل العدد قليل؟ العدد، لانه هو بيبقى فيها دراسه عمليه وتطبيقيه، فبالتالي بيبقى محتاجه قاعات ومحتاجه امكانات، نعم، غير الكليات النظريه، نعم، فبالتالي العدد قليل. ليه؟ عشان نقدر ندرس ليهم ونقدر نقدموا عروض مسرحيه يعني مناسبه ليهم ويتدربوا. فالعدد مش كبير زي كليات النظريه، يعني مثلا فصل ممكن
بنبدا ب 20 يعني كقسم دراما، ده قسم نقد الدراما او نقد او ديكور تقريبا 20 في كل دفعه. في كل دفعه ال 20 دول بناخدهم بناء على امتحانات قبول. صحيح، يعني القدرات ما فيش شرط مجموع يعني. وبعدين بنحاول ان احنا ممكن يوصلوا الرابعه يبقوا 15 لان عدد قليل. فالدراسه هنا نوعيه تطبيقيه غير يعني فيها شبه عمليه. صحيح، فبالتالي لابد البعض يرى ان هذا العدد يعني يتفق مع حضرتك في انه قليل، والبعض بيرى انه كثير. يعني البعض يرى قليل لانه يعني عددنا كشعب كبير جدا، احنا 91 مليون وشويه. طيب والانصار الراي الاخر اللي بيقولوا لا ده العدد ده كثير، بيقولوا لا لانه مش معقوله الاكاديميه الفنون هتطلع لنا كل سنه 80 ولا 60 فنان وناقد وديكورستي، حاجه ما هياش منطقيه. انت مع اني راي؟ والله انا كويس يعني يعني الاعتدال كويس، بمعنى ايه؟ ان احنا الامكانيات الاقتصاديه لان الطالب بيتكلف دراسة مكلفة، فبالتالي هل الاقتصاد يتحمل ان احنا نقدم 40 طالب مثلا في كل قسم زي كليات النظرية؟ كليات النظرية بالالاف، وبرضه المسألة اقتصادية. كليات الاقتصادية الطالب يمكن هو اللي بيكلف في الكليات النظرية، هو اللي بيكلف الدراسة. مش الدراسة يعني احنا عندنا يعني شبه مجاني، اقدر المصاريف غليت شوية لكن الدراسة مكلفة جدا، اساتذة ومعيدين ومواد خام ومسرح وقاعات مسرح الى اخره، يعني بتتكلف. فبالتالي يعني هو لو الاعتدال يبقى كويس، محتاج يعني العدد يزيد شوية افضل. يعني انا المدارس ل 20 غير المدارس ل 10. نعم. طب هل نظري ما زال غالب على الجانب التطبيقي؟ هو التعديلات الجديدة، لانه حصل تعديلات في الاكاديمية، فللاسف الجانب التطبيقي قل شويه. قل، مع ان دي احنا بنعد فنان الجانب التطبيقي مهم جدا، زي الطبيب. الطبيب لازم احنا معمل طول الوقت. احنا اشتكينا من المساله دي، وفي تعديل ثالث دلوقتي اتعمل لسه اليومين دول، واعتقد اتمنى ان هو يتم تطبيقه مع العام الجديد ان شاء الله. فمنتظرين تعديل المواد، تعديل مواد جديده جديده فيها عملي اكتر كده، عشان الطالب يعني احنا عايزين نطلع كوادر تشتغل. ايه اخر عرض مسرحي حضرتك حضرته قبل مسرحيه العطر؟ كان في الانسان الطيب. الانسان الطيب ده ايضا من يعني اعتقد ان مسرح الطليعه ايضا مسرح الطليعه. انا بحب مسرح الطليعه طيب جميل، يعني من عشاق مسرح الطليعه. في هذا العمل عرض متميز، عرض كويس جدا، غنائي يعني في مشاعر وفي صوفيه وفي وطرح القضيه الحاليه. يعني القضيه الحاليه اللي احنا عايشينها، يعني التطرف والارهاب وكيف يسيطر التطرف على الناس. والعرض جيد. كان في ظاهره دكتور مصطفى رصدها مهرجان القومي للمسرح، انه غلبت العروض المأخوذه عن نصوص اجنبيه عن العروض المأخوذه عن نصوص مصريه او عربيه. او في كثير من الاحيان النصوص الاجنبيه تعبر عن الواقع اكثر من النصوص العربيه المكتوبه بالعربيه. ده بدا سر سببه ايه؟ سببه ان الناس اصحاب رؤيه، يعني تجيب واحد زي بريخت او زي لورك لوركا الشاعر العظيم. صحيح. الاسباب بيقدم مسرحيه زي العرس الدامي من البيئه الاسبانيه، هو بيختار قضيه، هذه القضيه بالصدفه بتمشي معانا. قضيه انسانيه. قضيه انسانيه، كيف موقف الحب والحبيب في مجتمع زراعي، في عادات وتقاليد، موقف انساني. نعم. فبالتالي بيحصل تعاطف معه، بيحصل تعامل معه، بيحصل احساس به. ولذلك مسرحيه لوركا بيتم تقديمها في الصعيد. اعداد وتوليف حسب البيئه.
فتعتبر مسرحية وكأن مؤلف مصري هو اللي كتبها. وهنا بيبقى الإعداد والدراماتورج انه ينقل الواقع يكيفها مع الواقع. يعني يكيفها مع الواقع. ده كان واضح في الانسان الطيب؟ هل حصل هذا؟ لا هي ملهاش دعوه بالانسان الطيب. برتولد بريخت يعني هل حصل في نص الانسان؟ لا هو ملوش دعوه بالانسان الطيب. العرض نفسه من سيزو. انا اتخدعت، انا واحد من الناس والله. يعني هو واخد الاسم يعني بس من بريخت. الانسان الطيب اللي هو ممكن يتم صحقه. لكن هو الانسان طيب بريخت دي حاجه تانية خالص. انا تخيلت ان هو انا شخصيا بس ده كده الاسم هنا بيتم يعني بيتطابق مع نص يعني انا سعيد سليمان ده برضو يعني تلميذ يعني واسعد بيه جدا هو احمد سيد دول كلهم. شرفت بتدريس ليهم. كان سعيد سليمان انا عارف عروضه من اول ما كان لسه طالب في سنه اولى، وشفت عروضه بتقدم في المعهد لان احنا عندنا في مهرجان اسمه مهرجان زكي طليمات المسرحيات العربيه. طبعا الطالب كان بيعد عرضه بتاع مع زمايله ويقدم. هو كان ده مصنع مصنع الطلبه وما زال موجود هذا المصنع موجود. سعيد سليمان انا عارف صوته طيبه وعارف انه مخرج كويس. فبالتالي انا بروح على سمعته. فانا رايح على اساس الانسان الطيب بس ما قريتش من سيزو. فانا في ذهني ان هي الانسان الطيب من سيزوا. نص جميل جدا ونص عبقري. فطب روح شوف الراجل ده عامل ازاي لان محدش قدمه اتقدم من زمان في مصر. فقلت اروح اشوف. فدخلت فلقيت حاجه تانية خالص. فهنا مفاجاه يعني ايه يعني حصل زي تشوك عندي. فدي كانت متعه انا شفت حاجه جديده فكره جديده موسيقى رائعه فيها دفء ممثلة اسمها نجلاء يونس ممتازة جدا وأصوات رائعة ومجموعة يعني شغل المجموعة وكيف يعبر بالمجموعة عن القضية اللي هو بيطرحها سحق الإنسان في هذا الزمن اللي احنا بنعيشه. أعتقد أنه الشباب يعني ممكن يعيد للمسرح بهاؤه لو منح فرصة حقيقية. متفائل جدا بالشباب. بالشباب جدا كتير 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 غير محمد علام وغير سعيد في كتير. لكن هم محتاجين لياخدوا بايدهم. صحيح. لديهم فرصه يغامروا. يغامروا ويدوا. صحيح. لان هو مصحى مغامره. صحيح. مش منتظر منه عائد يعني. اللي بينتظر منه عائد دي حاجه تانية. تجاره ومش تجاره دي حاجه تانية. دي سياسه تانية فلسفه تانية. لكن مسرح الدوله ومسرح للناس يبقى تنازل عن العائد كتير وكلف. وافتح المسرح. نعم. اعمل تذاكر بس اديهم سرعه كويسه. دكتور مصطفى يوسف استاذ النقد باكاديميه الفنون بشكر حضرتك. انا سعيد جدا بلقاء حضرتك. سعيد جدا بيك واشكركم جدا على استضافتي يعني. الحقيقه المسرح المصري ما زال امامه الكثير لينهض من جديد. وكما يعني لخص لنا الدكتور مصطفى يوسف مسرحية العطر مسرحية مهمة لخمسة مليون أصم بيننا. يجب أن تكون هناك لغة بيننا وبينهم وأيضا لابد من حل مشاكلهم والتقرب أو الاقتراب من عالمهم. قضايا المسرح الأخرى وفكرة إنشاء فرقة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة خاصة وأن هناك فصل دراسي سيفتتح هذا العام في أكاديمية الفنون. فلماذا لا تكون هناك فرقة أيضا مسرحية تعبر عن أحلامهم وآمالهم الفنية وقضايا أخرى مسرحية طرحناها معه. بعد الفاصل تأتيكم زميلتي الأستاذة إيمان شامية وحوار في غاية الأهمية حول علم كبير مؤسس أكاديمية الفنون الدكتور مصطفى سويف رحمه الله.